القصة؟ وين السلطة المعتادة؟ وين المخلل؟ وين المي الباردة؟ مرة اليوم كنت عم بضبضب غرف الولاد أنا وأم ربيع وما لحقت أعمل شيء. يا الله، أنا كم مرة قلت لك أنت لا تشتغلي شيء، أنت بتعملي الطبخة بتشرفي عليها وبس، أم ربيع جايبينها مشان تشتغل بالبيت مشان تريحك وبس. مالك شبك؟ مالك على طبيعتك؟ ما في شيء، هيك حاسة حالي تعبانة شوي، رح أروح أرتاح بغرفتي.